سيدتي وسادتي، نعرفكم فيما يلي بالمسرحية الثورية دماء في مؤتمر دولي. المسرحية الثورية دماء في مؤتمر دولي، عمل كلاسيكي خالد مشهور أبدعه الزعيم العظيم كيم إيل سونغ إبان النضال الثوري المناهض لليابان. أعادت فرقة المسرح الوطنية تقديمها إلى خشبة المسرح في عام 73 زوتشي 1984 تحت القيادة الحكيمة للقائد العظيم كيم سونغ إيل. مضمونها الرئيسي هو حادثة المبعوث السري في لاخاي التي كانت في عام 1907. أما هذه الحادثة فهي حادثة إيفاد كوزونغ إمبراطور السلالة الملكية الإقطاعية الكورية، المبعوثين بمن فيهم ريتسون في الخفاء إلى مؤتمر السلام العالمي المنعقد في لاخاي بهولندا في حزيران عام 1907 بغرض فتح محاولات اليابان لغزو كوريا. في عام 1905 لفقت اليابان معاهدة أولسا ذات البنود الخمسة، آلية وهي الوثيقة المزورة غير الشرعية بغية الهيمنة الاستعمارية على كوريا. تتخذ المسرحية تلك الفترة حيث كانت البلاد تسودها مأساة من دمارها من جراء الإمبريالية اليابانية خلفية زمنية لها. لما اشتدت محاولات اليابان لغزو كوريا، يترك البطل ريزون المنصب الرسمي وينخرط في الحركة الوطنية المناهضة لليابان، إلى أنه يتخبط بحثاً عن طريق استرداد سيادة الدولة. عندئذ يسمع خبراً عن انعقاد مؤتمر السلام العالمي ويعلق الأمل الكبير به، فيتجه ريزون ومرافقوه إلى لاخاي بهولندا للمشاركة في مؤتمر السلام العالمي وفي يديه الرسالة السرية للإمبراطور كوزونغ. يقول الدكتور كيم يونغ تسول رئيس الشعبة في أكاديمية العلوم الاجتماعية: لا يسمح الرئيس اللجنة التحضيرية لمؤتمر السلام العالمي وأعضاؤها بمشاركة الممثلين الكوريين في المؤتمر قائلين إنه لا يمكنهم أن يعترفوا بهم ممثلين للدولة لأن كوريا قد تنازلت عن حقها في الشؤون الدبلوماسية لليابان. حينذاك ظهر هولبرت الذي سبق له أن بلغ ريجون الخبر عن انعقاد المؤتمر، يتسلم الأموال الهائلة من الممثلين الكوريين ويتظاهر أمامهم بأنه يسمح لهم بالمشاركة في المؤتمر، ويحرض باطنا الممثل المفوض الياباني على إرسال برقية إلى كوريا حتى ترسل إلى المؤتمر ما لفقته اليابان من برقية رد تتلخص في أن الإمبراطور الكوري لم يقم بإيفاد المبعوثين السريين إلى مؤتمر السلام العالمي، وأن معاهدة أولسا ذات البنود الخمسة هي معاهدة متفق عليها، فاضطر الممثلون الكوريون إلى الانطراد من قاعة المؤتمر. لما وقعوا في حيصة بيصة أدرك ريجون بلادته، هو الذي علق الأمل بهذا المؤتمر وأخرج خنجرا من سترته وانتحر ببتر بطنه، مما أبدى روح المقاومة المتمثلة في أن كوريا هي دولة مستقلة ذات سيادة كاملة ولا تعترف بمعاهدة أولسا ذات البنود الخمسة. تؤكد المسرحية من خلال الدروس التاريخية المرة على الفكرة المتلخصة في أن الاعتماد على القوى الخارجية هو سبيل إلى دمار البلاد، وأنه يجب إحراز الاستقلال بالنضال بدافع من روح استقلالية الأمة. تعد المسرحية الثورية دماء في مؤتمر دولي واحدة من المسرحيات المشهورة في بلادنا بفضل مضمونها الفكري العميق وتصويرها الفني الفريد. سيدتي وسادتي، عرفناكم فيما مضى بالمسرحية الثورية دماء في مؤتمر دولي. صوت كوريا.